كما هو محلول عندنا بالكتاب. إذا أول خطوة بيحكي لنا نحسب كتلة المركب كبريتيد الحديد. كتلة المركب الكلية هي هالماس للكومباوند تساوي الماس للأف إي اللي هي كتلة الأف إي زائد كتلة الأس. طيب كتلة الأف إي 6.4 وكتلة الأس 3.2 بيطلع الناتج الكلي اللي هي كتلة المركب كاملة 9.6. أول شغلة بتطالبها منا احسب الكتلة أو النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الحديد. نحكي الـ percent composition اللي هي النسبة المئوية للـ Fe بتساوي الماس للإليمنت اللي هو كتلة العنصر على كتلة المركب ضرب 100% وتساوي 6.4 على 9.6 ضرب 100% بيطلع عند الناتج بالنهاية 67%. بعدين نفس الطريقة بنطبقها على ايش؟ على حساب الاس اللي هو الكبريت. نحكي percent composition للاس بتساوي 3.2 على 9.6 في 100% وتساوي 33%. طبعا بنلاحظ انه مجموع النسبة المئوية بالكتلة للعناصر كلياتها بتساوي لي ما نسبته 100%. طيب عندنا هون في البداية النسبة المئوية بالكتلة بنحسبها بهاي الطريقة متى؟ بنحسبها بهاي الطريقة لما يعطيني ايش؟ لما تكون المعطيات ايش؟ كتلة عنصر وكتلة مركب. يعني لما يكون بالسؤال زي ما احنا شايفين هون، شايفين اعطاني كتلة مركب، عفوا كتلة عنصر او كتل العناصر المكون للمركب واعطاني كتلة المركب كمان، فبسيطة جدا اني انا اجي اوجدها بسهولة. تمام. بينما في عندي حالة اخرى من الاسئلة اللي بتيجيني على حساب النسبة المئوية بالكتلة، احيانا بيجي بيعطينا معطيات، بيكون معطيني الكتلة المولية للعنصر وبيكون معطيني من السؤال كتلة المولية للمركب. هلأ بهاي الحالة يا مس، لما يكون معطيني كتل مولية مش كتل عادية بالجرام، لا كتل مولية بوحدة جرام لكل مول. هلأ لما يكون معطيني كتل مولية يا عاشر أنا مجبور أحل على هذا القانون، هذا القانون الثاني لحساب النسبة المئوية لكتلة العنصر. طيب شو يعني؟ نحكي كالتالي، النسبة المئوية بالكتلة للعنصر اللي هي الـ percent composition بتساوي لي الكتلة المولية للعنصر ضرب عدد ذرات على الكتلة المولية للمركب كله ضرب 100%. إذن الكتلة المولية للعنصر، يعني أنا مثلا عندي هذا التفاعل A، أو لا بدناش هذا التفاعل، خليني أعطيك إنه مركب مثلا عندي A B2 ماشي. احسب النسبة المئوية بالكتلة للعنصر A مثلا، شو بتيجي بتحكي لي النسبة المئوية بالكتلة للعنصر A وانا معطيك ايش؟ معطيك معطيات الكتلة المولية للمركب A B2 ومعطيك الكتلة المولية ل A والكتلة المولية ل B. كيف بتوجد النسبة المئوية؟ بتحكي النسبة المئوية بالكتلة للعنصر A تساوي الكتلة المولية للعنصر A ضرب عدد ذراته فيه المركب موجود عندي هي A واحدة مقسومة على الكتلة المولية للمركب كلها بكون هو أصلا معطيني إياها. تمام. فبنحسب الكتلة المولية، طبعا ما ننسى ضرب 100%.